رفقة بوسكيت إسماعيل بن ناصر في قائمة أفضل لاعبي وسط قياما بالمراوغات الناجحة في الدوريات الأوروبية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نتحدث عن إسماعيل بن ناصر اليوم. قبل البداية في التفاصيل فلا تنسى الاشتراك ولايك وديسلايك كل جديد. حل اللاعب منتخب الوطني الجزائري إسماعيل بن ناصر في المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي وسط قياما بالمراوغات الناجحة في الدوريات الأوروبية، وبلغت نسبة مراوغة النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر هذا الموسم بنسبة 84% رفقة ناديه ميلان الإيطالي. وإليكم القائمة أفضل لاعبين خط وسط قياما بالمراوغة الناجحة في الدوريات الأوروبية، متصدرا لاعب نادي برشلونة سيرجيو بوسكيت، فيما يأتي بن ناصر في المركز السادس بقيمة أو بنسبة 84.8%، وهو عدد جيد للاعب عربي، للاعب جزائري، للاعب افريقي، للاعب قدم موسم جيد ورائع هذا الموسم مع فريقه ميلان، توج بالدوري الايطالي وكان واحد من مساهمين في هذه التتويج بادائه الثابت في ارضيه الميدان، وعلم جيد لاسماعيل بن ناصر ولعب مباريات كثيره هذا الموسم وقدم موسم خيالي ورائع. فنتمنى له التوفيق في الموسم القادم ان شاء الله، وان يكون اداؤه ثابت كعادته ومحارب كشخصيته. هذا هو كل شيء. لا تنسى الاشتراك والفيديو، وإلى اللقاء.